باليوم الخامس على التوالي بيواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب الانعقاد في دورته 51، وبيشهد النهاردة المعرض وجود عدد كبير من الندوات الشعرية، ده بالإضافة للاحتفال بمئوية الفنان الكبير الراحل فريد شوقي. سعيدة أن أشوف الناس والأسئلة ومحبة الناس رغم مرور 21 سنة، لكن زي ما أنا قلت في الندوة لما تفتح أي قناة هتلاقي يا مسلسل لفريد شوقي يا فيلمين ثلاثة لفريد شوقي. فريد شوقي تاريخ كبير جدا، حب وعشق الفن والناس عشقته. بابا توفى 98، ففي ناس ما حضرتوش، فإن يبقى في فعلا أجيال ناس عارفة اللي عدوا اللي أثروا فينا، دي حاجة عظيمة من المعرض. يجيء الليل أعتابي يسد نوافذ العينين عن زبد ويجلو ظلم أحبابي. النهارده بنلاقي شعراء معانا من العراق والمغرب والسعوديه وجميع الدول العربيه تقريبا يعني مشاركين، فانا في ضوء المشاركه دي كنت مشارك النهارده في ندوه يعني امسيه شعريه ما بين شعر العاميه والفصحى، يعني شعراء اصوات مختلفه يقولوا قصيده نسر وقصيده التفعيله فضلا عن القصيده العاميه. كمان كان في تباين في الاصوات ما بين الصوت الرجالي والصوت النسائي من الشعراء والشاعرات. يعني احنا مبسوطين جدا ان رجع الشعر تاني لجمهوره وليه عشاقه زي الاول، يعني بما انه الشعر هو الفن العربي الخالص وهو اقدم طبعا الاجناس الادبيه اللي وصلتنا. وبعدين القصائد، يعني اغلب قصائد الندوه دي بصفه خاصه او اللي بقى الاتجاه الاكتر امتزاج او عمليه امتزاج السرد او الحس السردي في لغه الشعر. دايما الناس بتقول ان الشعر ما عادش موجود، ما عادش بيمثل القارئ او الجمهور او ما الى ذلك، ما عادش في تفاعل بينه وبين الناس. الحضور اللي كان موجود النهارده في الندوه بيؤكد ان الشعر ما زال موجود وما زال الناس بتستسيغ الشعر وبتحب الشعر وبتبحث عن المعاني الجديده في الشعر.